بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يا ريت اللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد. كل يوم عندنا شقق جديدة وعقارات جديدة إن شاء الله، وتبقى مشكورا لو عملت لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع من بره، شارع عرض 20 متر رئيسي، وده كده شكل البرج من بره، البرج 11 دور مرخص كله. ده كده المدخل بتاع البرج اهو، وفي عندنا اسانسير. الشقة مساحتها 200 متر. ده كده الماسورة بتاعت الغاز اللي داخلة لجوه، وده هنا عداد الكهرباء القديم اللي هو القرص. عندنا كده عداد كهرباء قديم وعندنا غاز طبيعي. الشقة مساحتها 200 متر صافي. ريسبشن 3 غرف 2 حمام ومطبخ امريكاني. ده كده شكل ريسبشن اهو، بياخد 6 قطع مرتاح. وده هنا كده المطبخ الامريكاني، طبعا هو كان مقفول بس اصحاب الشقة فتحوه امريكان مع ريسبشن. طبعا ريسبشن مستويين. نخش كده على البلكونة بتاعتنا. البلكونة بعرض العمارة كلها. ده كده الفيو اهو، ده الفيو من البلكونة او من الروف. نرجع كده نشوف الشقة بتاعتنا. ده كده الريسبشن اهو، عندنا قسم يمين او بارتيشن يمين وبارتيشن شمال. هنخش الاول على البارتيشن الشمال بتاعنا. ده كده المطبخ اهو، ده شكل المطبخ، وعندنا باب الشقة ده باب تركي مصفح، هما لسه مغيرينه فعشان كده المحارة لسه باينة يعني، وكذلك فتحة المطبخ الامريكان. طبعا الشقة محتاجة شوية توضيب بسيط، ان شاء الله لتكون من نصيبه يكملها باذن الله. ده هنا كده الحمام، حمام معقول مساحته كويسة، ده يعتبر الحمام الأول اللي هو في البارتيشن الشمال اللي احنا فيه ده، وهوري لحضراتكم الحمام التاني مع الغرفة الماستر. نخش كده على أول غرفة معانا، دي أول غرفة اهي، مساحتها تقريبا 4 في 4 أو 4 في 4.5. طبعا التشطيب يعتبر تشطيب عادي، ممكن بقى اللي هتكون من نصيبه يديها ايه، يديها وش تاني او يزود بقى ديكورات براحته زي ما هو عايز يعني. دي كده الغرفة التانية، دي تعتبر الغرفة الصغيرة اللي بيسموها غرفة الاطفال. طبعا معانا تاخد سريرين وتاخد دولاب مرتاحة جدا. مش هذكر حضراتكم، يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. نبدأ نرجع تاني كده نشوف باقي الشقة معانا. هنخش على البارتيشن التاني. ده كده اهو، في غرفة اللي هي الغرفة الماستر بالحمام بتاعها. دي كده اهي مساحتها تقريبا 4 في 4.5 من غير الحمام. ده شكل الغرفة اهو، ده التشطيب بتاعها. ده هنا كده الحمام الماستر اهو، في بانيو ولكن لسه بس ما تحطش فيه الصحي اللي هو الحوض والقعدة. الشقة طبعا فيها موتور مياه خاص، 3 حصان في 2 بالونة. عنوان الشقة
الهرم شارع العروبة الرئيسي، مطلوب فيها 550,000 نهائي، 550,000 نهائي كاش فقط بدون تقسيط. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.